لازم نشوفها باش نشوفها بيبي هي هو شكلها تحطها بها تخرج كيف هذا النات منهم قالها الى 860 أكثر من 500 ألف حصاد وصهاريج وجرارات 3700 جرار و 1100 شاحنة. كذلك بالنسبة للاستعدادات الخاصة بهذا الموسم كنا قد قمنا بوضع مخطط يتضمن مختلف النشاطات والعمليات المنجزة للوقاية خاصة من حرائق المحاصيل إضافة إلى حرائق الغابات. المساحة المزروعة تفوق 90,000 قنطار ومنها يعني قمح لين قمح صلب وقمح وشاعير وخرطات. بالنسبة للكمية المتوقع إنتاجها تفوق 2,700,000 هكتار. توزيع كمامات على الفلاحين احتياط لوباء كورونا وراهي ان شاء الله نتوقعوا يكون عام تاخير ان شاء الله ومحصول ان شاء الله مليح ومبارك ان شاء الله وتتم العمليه بخير ان شاء الله.